رأس الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعا لقيادات القطاعات النسوية للمؤتمر الشعبي العام في المحافظات والجامعات بحضور الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ عارف عوض أزوكا والأمين العام المساعد للمؤتمر رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي. وفي الاجتماع حيا الزعيم علي عبد الله صالح المرأة اليمنية الصامدة والصابرة في وجه العدوان الغاشم مشيدا بتضحياتها وألقى كلمة قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها الأخوات، القيادات المؤتمرية من كل المحافظات والجامعات، في البداية تحية للمرأة اليمنية أينما كانت، تحية للأم والأخت والبنت في كل أنحاء الوطن. هؤلاء الأخوات والأمهات وبناتنا الصامدات أمام هذا العدوان السافر والحافر والمريض والمتخبط، تحية لك أيتها المرأة العظيمة، تحية لأمهات الشهداء وأخوات الشهداء وبنات الشهداء وأمهات الجرحى وأخوات الجرحى من المقاتلين في الجبهات ومن الذي تهدمت مساكنهم على رؤوس أطفالهم ونسائهم، تحية لأولئك الصابرين الصامدين أمام هذا العدوان السافر والغبي. تحية لك أينما كنت، معظم الأقطار العربية متعرضة للتآمر من قبل أولئك العريبة. أنا أقول عريبة لأن ما فيش عربي يقتل عربي، أقول عريبة لو كنت عربي لن تقتل أختك ولا بنتك في اليمن أو في العراق أو في سوريا أو في ليبيا، هذه أختك وهذه بنتك وهذه أمك، لماذا تقتلها بدون أي حق؟ هل هي تابعة للإمبريالية الأمريكية؟ قالت لا نكون تابعة للإمبريالية الأمريكية، واحد. نمرة اثنين، لن نكون تابعة للقوى الرجعية. ثلاثة، لن نكون موالين للصهيونية. نحن كأمة عربية واحدة، ولا أنا للتربة الوطنية العربية الذي خلقنا الله على هذه التربة. رحمة الله عليك يا عبد الناصر، نحن تتلمذنا على خطاباتك وتتلمذت بناتنا وأخواتنا وأبنائنا على نهجك القومي العربية المواجهة للصهيونية والرجعية والإمبريالية. تحية لك يا عبد الناصر في قبرك. أتساءل واسأل نفسي، أين أولئك الذي كانوا يتشددون بالناصرية؟ الآن في أحضان الرجعية، أصحاب البطون المنفوخة الذي كانوا يتسولون من صنعاء إلى عند معمر القذافي، لأن معمر القذافي قال هو الوريث الشرعي لعبد الناصر، فكان يتسولون على أبواب معمر القذافي لجلب المال الحرام، والآن يتسولون في دول الخليج من أجل كسب المال الحرام. طيب ستجمعون هذا المال وفين ستستثمروه؟ لن تتسعكم لا بيروت ولا القاهرة ولا أي قطر عربي، عربي عربي مش عريبة، أي قطر عربي لن يقبلكم. طيب نتكلم عنكم وأنتم كنتم مداحين باسم الناصرية لعبد الناصر، تنكرت لعبد الناصر، والآن أين تتسولون؟
على أبواب من ومن أجل من وضد من؟ ضد أختك وأمك وبنتك وطفلك، حتى لو رحلت بأولادك لكن لك أخوة، لك أشكة، لك أخوات، لك عمات، لك خالات، لك جدة موجودين، أنت تدمرهم وتخربهم مقابل أنك تستلم مال وسخ وسخ، لأن المال وسخ مدنس. طيب، افتحوا على أنفسكم، هل في خيالكم وفي ضمائركم أن أنتم ستعودوا حكاما على هذا الشعب؟ بعد هذه التضحيات الغالية والجسيمة، هل ستعودوا حكام ويدعوك يا معالي الوزير، يا صاحب السعادة، أولئك أصحاب السعادة السفراء المتسولين؟ لن تعودوا. طالما هناك دموع في عيوننا ودم يجري في عروقنا، لن تعودوا ونحن أحياء. نحن لا نفاوضكم لا عن طريق ولد الشيخ ولا عن طريق الأمم المتحدة. صرح ما تصرح وصرخ ما تصرخ، ما بنحاورك. احنا سنحاور صاحب الشان، المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي الأمريكي البريطاني الإسرائيلي. سنتحاور معها أشئنا أم أشاءت هي، أم أبينا احنا أم أبت هي، شيء لا بد منه. الحوار الند للند، حوار بندية مهما كانت القوة ومهما كان المال. ما لنا هو شعبنا، وما لنا هو دماءنا، وما لنا هو وطننا وترابنا وبحرنا وجونا وسماءنا، هذا هو ما لنا. ما عندناش ذهب، ما عندناش بترول، لكن عندنا ثروة بشرية هائلة. قتلتوا حتى الآن أكثر من 11,000، وجرحتوا أكثر من 25,000، مش مشكلة، سنتحمل. الشعب الجزائري العظيم ناضل من أجل الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي، وقدم أكثر من 1,000,000 شهيد، والآن يعتذر الرئيس المنتخب لفرنسا للشعب الجزائري وقال هذا عدوان غاشم وهذا ظالم وهذه جريمة نكراء. يعتذر بعد ما قتلت الشعب الجزائري، وانتو بعد حين وبعد سنوات ستعتذروا للشعب اللبناني ان انتو قتلتوا اطفالنا ونساءنا وهدمتم مساكننا على رؤوسنا، غير مقبول. ستدفعون تعويضات سواء بهذا الوجه او بالثاني، ما فيش سبب نتحدث ان ما فيش سبب. لن نأذيكم ولن نغزوكم ولن نسطر ثورات الى بلادكم ابدا. خوره تجربه هكذا بطره، نضرب الشعب اليمني، نذله، نوجه رسائل للاخرين. طيب، اذا انت بتوجه رسائل للاخرين مش من هنا، مش من اليمن، وجهها من على بحارك، من على اجواءك، وجهها بالطريقه التي تشوفها. ما توجهش رسائل بالدم اليمني. دعينا أكثر من مرة إلى الحوار، الحوار المباشر، ما حد بيدل لنا ولا حد يركنكم أنه يقدر يعمل شيء وأنه يقدر يلوي ذراع الآخرين وتتعاملوا معه. ما حد يقدر، لن تتعاملوا إلا مع الشعب اليمني وممثليه الشرعيين الذي بيقدموا قوافل من الشهداء والدماء، وتهدمت مساكنهم ومصانعهم ودمرت مزارعهم. ستتحاوروا معهم، تعالوا للحوار المباشر ولنتفق على ما يجب أن نتفق عليه، مثل ما اتفقنا معكم في عام 1970 بعد حرب دامت 7 سنوات. الآن لنا السنة الثالثة في الحرب، تعالوا نتحاور في إطار لا ضرر ولا ضرار. هذه غير مقبول. واحد،
حكومته غير مقبولة. اثنين، هؤلاء هم شماعة ودمروا شعبنا اليمني. تعالوا نتحاور، هؤلاء غير مقبولين، لا تخسروا فلوسكم معهم ولا ينفعوكم، لا في المخا ولا في معسكر خالد ولا في ميدي ولا في حرض ولا في البقع ولا في علبين ولا في رازح ولا في منبه، لن ينفعوكم. هؤلاء عبارة عن مرتزقة، نحن مجرمين. أنا مجرب لهم 33 سنة، كانوا معظمهم مرتزق معايا أنا شخصيا. مثل المنشار، مثل المنشار، يدخل ويأكل ويخرج ويأكل، هكذا مثل المنشار، معروفين عندي. طيب ما ينفعكم، ينفعكم الشعب اليمني هذه المرأة الذي يتم أطفالها وتهدمت مساكنها. تعالوا تحاوروا معنا فلنتفق على اختيار قيادة جديدة، قيادة جديدة بدلا عن هذه القيادة المستهلكة المتآمرة. أنا تحدثت في خطاب من يومين ثلاث، لا يعي ولا يعقل ولا يعرف ماذا يريد. المسرحية حق علن، مسرحية جميلة، ويعتقدون أن الشعب اليمني غبي، واحد يستقيل، واحد يعفوه، واحد يقيله، واحد يعينه، على من تضحكوا؟ معروف المخطط، مخطط انفصال ما بيمشيش. القرار مش بأيديكم، لا انت يا هادي ولا غير هادي، القرار بيد الملك سلمان بن عبد العزيز، القرار بيده وولي عهده ولي العهد، القرار بيده مش بيدك أنت ولا هؤلاء المتحالفين العرب الذي يقبض دماء أطفالنا ونسائنا وشيوخنا، مش القرار بيده. الله يطلع بالطيارات ويكسفونا ويضربوا ويطلع ويصرح ويغطي بالإعلام، بس تلم ولا هم يشكلوا رقم علينا، واحنا متحاملين على قيادتهم، لكن لن نتحامل على الشعوب العربيه التي تحالفت مع العدوان. نحن نطالب الملك سلمان الحوار مع الشعب اليمني، كفى كفى دماء. طيب لو خسائرنا زائد هي في الاطفال والنساء والمساكين، صح عندنا زين، اما المقاتلين كل واحد بياخذ بندقه وبيقتل غريب، سواء في مارب ولا في علبين ولا في البقع ولا في راجح ولا في اي مكان، بسرعه ما بيتحمل. تعالوا نتحاور، نتفق على تعيين رئيس جديد بدل هذا المخلوع. هم بيقولوا علي مخلوع، هو المخلوع هو مش انا. خلونا نعمل استفتاء. انا اوجه هذا الرساله للاعلاميين المتزلفين والمنافقين حق القنوات المعادية للامه اليمنيه، علي عبد الله سالم قسم ان انا بزعل، ما ازعل، انا طلعت نفسي انا، وانا طلعت من الرئاسه الرضاي وعندي المعدات والاليات والشعب والجيش والمال، ولكن 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 كان الحرص مني وحرص رفاقي وزملائي في قيادة المؤتمر ألا ترك الدماء الذي نشوفها اليوم، الذي نشوفها اليوم كنا حريصين، ولا كانت ساعات محدودة وحتمناها، لكن ليش؟ علشان الكرسي. أما أنا موجود داخل الشعب بين رفاقي ومع أمهاتي وخواتي وبناتي، لن أكون متسولا عند أصحاب الجلالة وأصحاب السمو، أنا مش متسول، آكل تراب وأموت مع شعبي. أنا أرحل، لن أترحل، أنا أرحل ما أرحل. افهم يا دي ما تفهم، تعلم قاموس السياسة وتعلم قاموس الخطابة، تعلم كيف تدار السياسة
وكفي دار الإعلام. أنتوا على النظام السعودي، أنا أحذر السعودية منهم، هؤلاء يضروكم أكثر من ما ينفعوا. خلاص أنتوا وجه الوجه معانا بتقاتلوا، ما بش مشكلة، مش عايز الناس تقاتل. جاءت لكم هذه المعلومات أن عندنا البد الإيراني، ما عندناش بد إيراني خالص. إذا هي علاقات إيرانية مع أشخاص، لكن ليس علاقة مع شعب، لا علاقات عسكرية ولا علاقات سياسية ولا علاقات اقتصادية ولا علاقات اللهم علاقة تعاطف الشعب الإيراني على تدمير الشعب اليمني وقتل الشعب اليمني، في تعاطف إيراني مع الشعب اليمني. شكرا لإيران، لا تعاطف. أنا كنت أتمنى، وأنا الآن رئيس حزب معارض، أتمنى أن إيران تمد يدها للتحالف معها، سأتحالف معها من أجل بلدي، مثل ما تحالفتم مع إسرائيل وأمريكا ضدنا. ليش حرام أن تكون لليمن علاقات مع إيران؟ مش عيب، دولة إسلامية كبيرة، لكن للعلم الخاص والعام ما مش علاقات، ليس لهم أي علاقات لا اقتصادية ولا عسكرية ولا أمنية على الإطلاق. تكذبوا على أن الصواريخ إيران، كذب. الصواريخ يمنية روسية، والمصنعين يمنيين يمنيين، والمطورين يمنيين. قلت توقف ضرب الصواريخ، قلت لا بأس، سنقنع شركائنا ورفاقنا أن نوقف إطلاق الصواريخ مقابل إيش؟ مقابل توقفوا طلعات الطيران. قلت توقفوها في صنعاء وتعد، لكن لا توقفها في بقية المحافظات، مرفوض. احنا منظومة متكاملة، المحافظات كلها مع بعض، توقف طلعات الطيران كخطوة أولى. ارفعوا الحصار، افتحوا المطار، افتحوا المطار، فكوا الحصار، اسمحوا للمواد الإنسانية أن تدخل، تعالوا نتحاور. وعرضت عليكم في الخطاب ما قبل يومين أو ثلاث، مستعدين نأتي إلى الرياض، إلى خميس مشيط، لأي مكان، لا مسقط، لا أي مكان، للحوار والتفاهم، ونستبدل هادي. هادي لا بد ما يستبدل، لا بد ما يستبدل، لا نقاش. روح له، صحيح أنك قاعد تروح ماشي أنت آمن، لأنه لا بد ما ندخلك محكمة، وأنت الآن في المحكمة ومحكوم عليك. هذا ثاني حكم، شوفوا هذا الدبور، هذا ثاني حكم، حكم عليه في أحداث 86 في عدن من قبل قيادة الحزب الاشتراكي اليمني، الآن حكم عليه في صنعاء بالإعدام. الحكم الثالث من الرياض، سيحاكمه في الرياض. ليش؟ شليت أموالنا وقلت هتحتل تأمن الجنوب وتفصل الجنوب عن الشمال وتبعد الإنقلابيين من صنعاء وتفعل وتفعل وتسوي وتسوي، ولا عملت شيء. هات فلوسنا، دخلوا المحكمة، داخل المحكمة، داخل هو رفاقه، هو رفاق. والله لا بيهشوا ولا بينشوا، بياكلوا ومن الفندق الى قصر الضيافه الى الفنادق متلوين، راكبين سيارات ما هم جارين، ما هم جارين ايش اللي بيحصل في المخا، واحد، ولا دارين ايش بيحصل في معسكر خل، اثنين، ولا في كهبه، ثلاثه، ولا في العمري، اربعه، ولا في علبين، خمسه، مش جاريين، هم اخر من يعلم، اخر من يعلم. استحوا وروحوا، الفلوس دي جمعتوها، سيروا اشتروا لكم شقق في القاهره، في الاردن، في اي مكان، يلا طولوا، روحوا. وانتوا يا اشقنا في السعوديه تعالوا تحاوروا مع انصار الله، القياده الشرعيه التي استلمت المؤسسات من الفار هادي، استلمت المؤسسات بعد فرار هادي. تعالوا احنا متاندين واقفين مع شرعيه انصار الله ضد العدوان، ضد العدوان، احنا وياهم شركاء ضد العدوان، لكن هي القيادة السياسية هي المسؤولة عن إدارة شؤون الدولة، ونحن شركاء معاهم في الإدارة ضد العدوان. على بركة الله، ما أنا كنت أتحدث تنظيميا، لكن دخلنا في السياسة ما عاد حد يقدر يخرج منها، فأنا سأتحدث معكم جانب التنظيمي. الجانب التنظيمي التواصل بين القطاع النسوي والتنسيق مع فروع المؤتمر مع القطاع الرجالي، التنسيق والتفاهم والتواصل ومعرفة الحقائق وإعانة المظلوم وأخذ بيد المظلوم وتحجيم الظالم
في قيادة المؤتمر الشعبي، نحن ككتلة واحدة وتنظيم واحد، احنا حزب واحد، مؤتمر واحد في كل مكان. يعني إذا حصل أنين في جامعة صنعاء أنت له جامعة دمار أو إب أو تعز أو عدن أو حضرموت، نحن واحد. أو الحديدة أو حجة أو المحويت أو صنعاء أو مارب أو عمران، يعني إحنا تنظيم واحد. صحيح تحملوا بعض الاستفزازات، تحملوا وتحملين أيتها الأخوات بعض الاستفزازات المبسوطة والمبرمجة والمؤدلجة من عناصر لا فيها خير ولا ترى الخير لليمن، عناصر غير مسؤولة، لكن تحملوا تلك الاستفزازات والكلام الغير مسؤول. في ناس غير مسؤولين يتكلم بدون فرامل، ما بش معهم حتى فرامل انه يعرف ايش بيقول وايش بيتكلم، ولا يعرف ان كلامه مضر ومؤثر على وحدة الصف في مواجهة العدوان. يهمه نفسه، يهمه مصلحته، يهمه منصبه. احنا تعلمنا خلال 33 سنة، جاءت المصايب حق 2011، كنتوا تزعلوا ارتفع اسعار الديزل ولا النفط ريالين، دعي نشللك. هذا هي ثورة 2011، ثورة 2011 لحركة الاخوان المسلمين. هم استبعدوا كلمة الاخوان المسلمين وقالوا الاصلاح، مش اصلاح، اخوان مسلمين. هؤلاء ضررهم اكثر من نفعهم على الوطن. هؤلاء دعات سلطة. طيب لو عملنا بالتعددية السياسية في إطار الدستور، إن معناها التعددية السياسية، التعددية السياسية معناها تنشأ أحزاب وتتنافس من أجل تقديم الأفضل للشعب، مش من أجل الهب والنه والسل والسطو. تتنافس الأحزاب من أجل تقديم الأفضل للشعب. طيب كيف؟ يتنافسوا في العالم كله على الحقائق السياسية، مش على الوظيفة العامة. الوظيفة العامة مصانة لكل شعوب العالم، يتنافسوا على الحقائق السياسية. احنا تنافسنا في انتخابات مع الإصلاح وجبنا الأغلبية، قالوا لا نشي الشراكة. يا أخي كيف شراكة؟ شراكة تمام في مؤسسات الدولة في الوظيفة العامة لا بأس موجود، لكن في الحقائب أنا، أنت قلت تشتي أغلبية، إن كسبت الأغلبية فهذه ديمقراطية، ما أخذتش الأغلبية فهذه دكتاتورية، وهذا قش، وهذا نص، وهذا تزوير. وهكذا كان خطابهم السياسي. الآن نكرر أننا في إطار التعددية السياسية والحزبية، التعددية السياسية الحزبية، نتنافس من يقدم خدمة للمواطن في مجال الصحة، في التربية، في التعليم، في المياه، في الكهرباء، في الطرق، في كل الخدمات العامة، في الإرفاق بالناس، حق الضمان الاجتماعي، رعاية الفقراء، رعاية أسر الشهداء. يعني نتنافس من يقدم الأفضل، مش من ينهب الأكثر. اتهمتوا المؤتمر بالفساد 33 سنة، وانتوا بتعملوا ايش؟ تغرسوا بصل. اوقفوا، خلونا اتهمونا بالفساد وخلي الشعب هو الحكم، خلي الشعب هو الحكم. اذا كان المؤتمر كان في قيادة فاسدة، القيادة الفاسدة دي معاكم، راحت موجودة عندكم برا. ارجع للميثاق التواصل بين قيادة المؤتمر و التوعية بالمؤتمر وعلى القطاع النسوي والقطاع الرجالي مجتمعين أن يوزعوا البطاقة المؤتمرية وأن ينزلوا إلى كل الأحياء لمن يؤمن بهذه الوثيقة الوطنية الجامعة ثقافيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وزعوا الاستمارات وقطعوا البطاقات، ما تنتظروش الناس يجولة عندكم، انزلوا إلى الميادين على 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 المكشوف، على المكشوف. لا تنزلوا تحاضروا في البدرومات وتجتمعوا في البدرومات، تجتمعوا في القاعات المكشوفه.
وفي مشكلة نجتمع في هذه القاعات على المكشوف، وزعوا البطاقات وتواصلوا مع القطاع النسوي، مع الشابات، مع الشباب، مع كل الناس. احنا كحزب سياسي مدني يفهمها الخاص والعام، احنا حزب سياسي مدني نشتغل على المكشوف فوق الطاولة وليس تحت الطاولة. بالمكشوف تنظيمنا السياسي الرائد المدني المدني الذي ليس له ميليشيات ولا قاعدة ولا داعش ولا إرهاب، يرفض وينفض من على كاهلة أي فاسد، إذا بقي فاسد يرفضه، وسيظل حزبا مدنيا مناضلا من أجل الحرية، من أجل الحرية والديمقراطية والحفاظ على الوحدة اليمنية والثورة والجمهورية. هذه أهدافنا، ثورة، جمهورية، وحدة، حرية، ديمقراطية، هذه أهداف المؤتمر الشعبي العام. ضد العنصرية، ضد المناطقية، ضد القروية. شوفوا ما أحسن التعديل، ما يظل إلا يطلع واحد من هنا عنصري ولا مناطقي يكشف عن نفسه، ما حد قال لك، ما حد قال انك عنصري، لكن يطلع يذكر بنفسه. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا انك تذكر بنفسك انك متعصب مناطقيا او عنصريا او قبليا. احنا ضد العصبيه، احنا مع هذا الوطن، مع تربه هذا الوطن، وفاء لدماء شهداء ثوره 26 من سبتمبر الخالده والرابع عشر من اكتوبر، وشهداء من دافعون عن الوحدة في 94، وأوفياء لشهداء من يدافعون عن اليمن منذ 2015 حتى اليوم 2017. نحن سنكون أوفياء لدمائهم ولأبنائهم ولأخواتهم ولأمهاتهم ولنسائهم، سنكون أوفياء في المؤتمر الشعبي العام لأولئك الشهداء. تحياتي لكم جميعا، شكرا للأخوات على مشاعرهم الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.